يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا الحديث، هل يدل على أن الحلف لا يقدم عليه المرء إلا للحاجة؟ أي نعم، من كان حالفا يعني من احتاج إلى الحلف، من احتاج إلى الحلف فليحلف بالله، أما من لا يحتاج إلى الحلف فإنه لا يحلف، يوقر اليمين ويعظم اليمين. نعم، قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم. نعم.